السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إضريبي. تعرف النهاردة إن شاء الله على حل إجابة امتحان الحاسب الآلي لمحافظة القليوبية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني. يلا بينا. السؤال الأول هنا بيقول لي يجب التخلص من الرسائل الإلكترونية المرسلة من المتعدي إلكترونية، يعني لو واحد شتمك أو حاجة زي كده أو حد عمل حاجة من التهديد أو الكلام ده كله، نمسح الرسالة؟ طبعا غلط، لأن أنت كده مش هيبقى لك حق. تمام كده. طيب، يعتبر الخطأ في الكود التالي خطأ لغوي. هنا بيقول لي دن، طبعا احنا بنعلن على المتغيرات بالامر اللي اسمه ايه، دم ام، يبقى هنا طبعا ايه اجابه صحيحه لان ده خطأ لغوي او نحوي. طيب، المتغير من النوع شير وسترينج تستخدم لتخزين قيم ارقام عدديه، اقول له غلط، ده الشير وسترينج دي حرفيه. جمله سيلكت كيس از اكبر من او يساوي 3، ناتجها فولس، الناتج بتاعها فولس. ليه؟ في حاله اذا كانت قيمه المتغير تساوي 6. طب احط هنا 6، 6 اكبر من او يساوي 3، صح ولا غلط؟ صح، يبقى ترو، المفروض الناتج ترو. طب هو انا بيقول لي فولس، اقول لا غلط. في جمله الدو وايل لوب يتم تنفيذ الكود طالما قيمه الشرط ترو، طبعا صح، لان جمله الدو وايل بتعتمد على الاكسبريشن الكونديشن اكسبريشن بيكون فيها، اذا كانت ترو التعبير الشرطي بيستمر التكرار، اذا كان فولس بينتهي التكرار وينفذ اللي بعد لوب. طب السؤال اللي بعده، الناتج النهائي للمتغير اكس في الكود ده عباره عن ايه؟ هنا طبعا اقواس، يبقى هنفك الاقواس دي او دي مش هتفرق. طيب 2 زائد 2 كام؟ 4، و2 على 2 في 2 ب 4. طيب هنا في قسمه وفي هنا ناقص 1، 4 على 4 ناخد بعمليه الايه القسمه الاول، 4 على 4 في الكام؟ هو 1، 1 ناقص 1 يساوي كام؟ 0، عادي صفر. لكتابه الملاحظات على طول الريم او الابوستروف، يتوقف التكرار في جمله فور ام 10 من 10 الى 1، وكل مره بنقص 2. طيب يبقى المفروض هنا يتوقف عندما يصبح قيمه ام بكام؟ اكبر من النهايه، يعني اكبر من الواحد ده، ما اكبر من الواحد يبقى كام؟ 2 3 4، ولا اصغر منه يعني بسالب، ولا تساوي 1؟ طبعا انا هطرح كل مره وبالتالي لازم هيقل عن الواحد، يبقى هيبقى ايه؟ اصغر من قيمه النهايه. في جمله اف زين الس يتم تنفيذ جمله عدم تحقق الشرط اذا كان ناتج الشرط ايه؟ اذا كان ناتج فولس. القيم التي سوف تستقبل عند استدعاء الإجراء والتي تستخدم في الكود هي الباراميتر أو المعاملات. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي. هنا أحد الوسائل الإلكترونية التي تسمح بنشر معلومات خاصة للشخص صاحب الحساب. طبعا ديت حضرتكم المفروض تكونوا عارفينها، ديت مواقع التواصل الاجتماعي. تواصل اجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتخليك انك تنشر معلومات على الحساب بتاعك. طيب، عمليه اعطاء اسم المخازن بالذاكره والتي تحمل قيم متغيره، طبعا دي هي الايه المتغيرات او اللي احنا بنسميها الفاريبل. طيب، جملة تكرار تستخدم عندما يكون عدد مرات التكرار معلوم مسبقا، طبعا دي جملة الفور نيكست. إذا كان عدد مرات التكرار معلوم يبقى فور نيكست. طيب، هنا بيقول لي اكتب الأكواد التالية. رقم واحد، اعلن عن الثابت اللي هو إكس لإدخال تاريخ اليوم. طيب هاجي أقول له ثابت، يبقى أول حاجة بعملها طالما الثابت ببدأ بالأمر كونست، أقول كونست كونست اسم الثابت بتاع اكس از ديت تاريخ بيساوي، بيساوي ايه؟ بيساوي تاريخ اليوم. يبقى هعمل، بس عشان احط التاريخ لابد ان انا احطه بين علامات الشباك. ادي شباك واقول مثلا 21/5/2023 واعمل شباك. تمام. طيب، بقول هنا اظهار كلمه ناجح في رساله اذا كانت الدرجه ان اكبر من او تساوي 50 باستخدام جملة اف زين البسيطة على سطر واحد. طبعا احنا ممكن نكتب جملة اف زين على سطر واحد. طب هاجي هنا واقول له ايه، ادي هنا اف، بيجي بعد اف الكونديشن اكسبريشن اللي هو التعبير الشرطي، هقول له الان اكبر او يساوي، اكبر او يساوي كام؟ 50. طيب اذا كانت الان اكبر او يساوي 50 ايه اللي يحصل؟ يبقى زين. بيجي بعد زين اللي هو الرسالة اللي هو عاوز رسالة اظهار كلمة ناجح في رسالة، يبقى هكتب مسج بوكس، مسج بوكس، وافتح قوس واعمل علامتين تنصيص اهوت، واعمل علامتين تنصيص واقفل القوس واكتب هنا في النص ناجح.
بس كده خلاص. السؤال الرابع هنا بيقول لي قم بقراءة الكود الآتي ثم أجب عن ما يلي. طيب رقم واحد اذكر عدد مرات التكرار. هنا هاجي أقول له بص عدد مرات التكرار بيقول لي أنا عاوز أبدأ من واحد لعند كام؟ لعند 10، وكل مرة هزود 2 تمام؟ طيب تعالى نحسبها كده، حتى لو احنا جينا نعملها يدوي هنقول واحد وبعدين لما ازود 2 هيبقى 3 وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9، يبقى كده 5 مرات. طيب أنا إيه اللي عندي قانون كويس جدا بيطلع الحكاية ديت؟ بيقول لي إيه القانون؟ بيقول لي بص عدد مرات التكرار بيساوي القيمة النهائية للعداد، النهائية للعداد ناقص الابتدائية، القيمة الابتدائية على الزيادة أو مقدار الزيادة الكل. القانون ده الكل زائد واحد. طب تعالى كده نعملها، على نعمل الحكايه ديت بشكل بسيط. اعملها ازاي الحكايه دي؟ تعال بص هاجي اقول هنا القيمه النهائيه اخر قيمه هتنطبع، انت من 1 إلى 10 وبتزود كل مره 2، يبقى اخر قيمه هتنطبع كام؟ هيبقى 9 لان بتاخد في المدى ناقص انا بادئ من كام؟ من 1 كل مره بزود كام؟ 2 زائد 1. 9 ناقص 1 تساوي كام؟ 8. 8 على 2 في 4، 4 زائد 1 تساوي كام؟ 5. يبقى هنا عدد مرات التكرار كام؟ 5. طيب اختر القيمة النهائية التي ينتهي بها الحلقة التكرارية. القيمة النهائية بتقول لي النهاية العداد اللي هي آخر قيمة هتنطبع زائد الزيادة. احنا قلنا نهاية العداد هنهي عند كام؟ 9. يبقى 9 وكل مرة بزود 2 يبقى يساوي كام؟ 11. طيب بقول لي ايه الغرض من الكود ده؟ ايه الغرض من هنا؟ طيب انا جالي من 1 لعند 10 وكل مره بزود 2، واحنا لما جينا نعملها يد وقلنا 1 3 5 دي عباره عن ايه؟ طباعه الاعداد، بس استنى اعداد ايه؟ الفرديه، لان كنا بنقول 1 3 5 الفرديه من 1 إلى 10. واحد يقول لي بس لعند 9، ماشي صح، بس هو لو جيت لعند 10 هي اخر قيمه موجوده عندك في المساله مفيش مشكله لانه هنا كاتب 10. الكلمه المسؤوله عن اجراء المقارنه عشان يبدا، ويقول له طب ارجع تاني لف تاني، اللي هي الامر لوب. اختر مقدار الزياده، هنا مقدار الزياده كام؟ ها احنا قلنا 2، مقدار الزياده 2. اتمنى اذا حضراتكم الفيديو ما تبخلش عنها بالاعجاب واشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك منه كل جديد، وما تنساش موجود على القناه شرح للترم الاول والترم الثاني بالكامل وامتحانات المحافظات العام الحالي والعام السابق والاعوام السابقه، وموجود امتحان العملي والنظري للصف الاول الثانوي. بالتوفيق والنجاح يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.